السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم غادي تسمحوا لي عليها وبزاف بزاف بزاف، ولكن ضروري البنات ما نشارك معكم هاد التجربه. هكا شي وحده الا كان عندها هاد نفس المشكل انها تعتقل الموقف ويعني جرب هادشي اللي غادي نجربو انا اليوم. فالبنات انا بغيت نهضر لكم اليوم على لي تواليت، لي تواليت ديالي كاينين هنايا. بغيت نهضر لكم على هذيك لا كيف ولا هذيك الكرسي ديال لي تواليت، عندي فيه بزاف الكالكير فوالله العظيم كيحشم بيا وما كنحملوش، لدرجه انني بغيت نبدل داك الكرسي ديال هذا الكرسي ديال التواليت، لانني جربت يعني ما تقولوش لي الفينيك، ما تقولوش لي الكريسو دو سود، جربت كل شيء، جربت الفينيك سخنته ودرته، جربت لي كريسو دو سود مع المطايب وسميتو، كل شيء كل شيء كل شيء درته حتى لقيت دابا واحد لو برودوي هو ان شاء الله اللي غادي نجربو معكم اليوم. الى ربحه هي ذبحه، اما انه زعما يخدم ليا، اما غادي نبدل هذيك الطواليت، لانه واخا انا يعني ماشي داري وغير كاريه، ولكن ما مستحيل انني نبقى هكا فشي حاجه اللي انا يعني ما عجبانيش. فالبنات غادي نوريكم ان شاء الله الطواليت كي دايره الحاله ديالها يعني قبل وبعد باش تشوفوا. هكا انا عارفه بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل، المشكل ديال الكالكير، خصوصا الا كنتي ساكنه فشي بلاصه اللي لو اللي كالكيغوز، بحال دابا حنايا هنا عندنا في المدينه اللي انا عايشه فيها ما كنشربوش من الماء ديال الروبيني، عندنا الماء فيه بزاف بزاف الكالكير، فهادشي اللي كيخلي انه بحال دابا لابويوار كتكون عامره بالكالكير، ولكن هي راه حلها ساهل. الطواليت هكا تكون عامره بالكالكير، اي حاجه دائما خاصها الاعتناء باش سميتو باش هكا يتحيد منها الكالكير، لانني بصراحه عييت من نبقى نحك هكا. ولكن دابا غادي نجرب هاد لو برودوي وهانتوما معايا باش تشوفوا النتيجه ديالو اللي كيعطي. حاجه في هذا الشيء كله البنات، قبل ما نبداو العمليه دائما فاش كتبغيو ديروا شي برودوي بحال هكا كتهويو الدار ديالكم. انا دابا حل الشرجم هنايا في الصالون، حل الشرجم ديال الكوزينه حيت هما اللي عندي قراب للتواليت. وليداتكم حاولوا انكم يعني يلعبوا في بيتهم ولا شي حاجه، يعني ما يكونوش قراب ليكم، حاولوا انكم يعني تبعوا لهم عليكم، ولا كاع عندكم شي حد اللي تقدروا تخليوهم ليه يكون احسن. هنايا الموجده داكشي اللي غادي نستعمل ان شاء الله. كذلك ملي غادي ندير هذه العمليه هذه غادي نخلي انا غادي نخلي هذا المنتوج يتفاعل لمده 45 حتى ساعه، 45 دقيقه حتى لساعه، المينيموم هو 45 دقيقه، وابخي غادي تخليوه ساعه ساعه ونص، نتوما يعني نتوما تعرفوا. كذلك حاولوا ان وليداتكم يمشيو للتواليت باش ما يمش يبغيوش اونتخوطو يمشيو للتواليت، حيت راه كتعرفوا داك البرودوي ما يقدروش يمشيو للتواليت، هو والبرودوي راه كاين. ابخي باش كتكملوا كلشي كتجلسوا واحد نص ساعه بما يحيد داك الهواء وكلشي، وكتنقيو الطواليت ديالكم وكتحكوها، هذيك الساعات اللي الطواليت ديالكم كتكون صالحه للاستعمال. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها هي هاد الكمامات، هادو كمامات ديال اللي كيداروا هكا باش غير ما يدخلش على البرودوي اللي سميتو النيف ديالنا ولا شي حاجه هكا ولا هكا، مهم ماشي مشكل الا قلبتها ماشي مشكل، لان الهدف من هذا الشيء هو انه غنوريكم شنو غادي نستعملو. غادي نستعمل بيان سيغ القفازات ديالي، غادي نستعمل هذه، وللاسف ما لقيتش الثانيه ولا لحسها ما لقيتش عاقله، عندي هنايا ديال البلاستيك غير استواغ انه ما يقيسنيش البرودوي ولا شي حاجه. دابا نيت غادي نديرها اون سي جامي يقيسني البرودوي في يدي، لحقاش راه البرودوي خطير جدا، ماشي عاوتاني خطير لدرجه انه يقدر يدير لكم شي سميتو، ولكن هاد لي برودوي هكا تيكونوا توكسيك، ونسي جامي يمشي يقيس لكم الجلده ديالكم ولا شي حاجه، يعني كاي برودوي راه لو جافيل وخطير، ولكن هذا اكثر خطوره منه. غادي نبدا نلبس القفازات ديالي، ويعني حاولوا انكم فاش
فاش كتكبوا البرودوي انه ما يعني ما يقيش لكم شي بلاصه من ما يقيش لكم الجلده ديالكم. غادي ندير هذه حتى اللي بقات عندي، غادي ندخل هذه وندير هذه حتى هي، لحقاش هذه اليد هي اللي غادي نخدم بها. ما بغاتش تدخل ليا، خليها ماشي مشكل، غادي نستعمل غير هادو. وبالنسبه للبرودوي ديالي هو هذا لاسيد كلوريدريك، هذا هو البرودوي ديالي، البرودوي خديته غير من لوكلير، كيدير على ما اظن 2 اورو ولا شي حاجه ولا 3 اورو. هذا لاسيد كلوريدريك خديت منه 2 باكيات، لحقاش انا 2 قراعي، لحقاش انا كتبان ليا الطواليت ديالي كوميم زعما فيها الكركير بزاف، وبغيت انه يتحيد ليا منها على بركه الله. كولو هذا غير داخل الغرفه العمليات. كما شفتوا البنات وكما شفتوا ليطا ديال هذيك لا كيف ديالي كيفاش كانت دايره، دابا درت البرودوي ديالي وكما شفتوا راني كنت كنبعد لحقاش ما عنديش دوك لي دو سيكوريتي، هكا غير من باب الاحتياط، يعني الانسان ما تعرفيش ربي سلام ما طيح لك شي نقطه في عينيك ولا شي حاجه. فكنت كنبعد هكا ودايره يديا وكنخوي. فدابا غادي نخليه 45 دقيقه حتى يتفاعل مزيان ونجي نوريكم لا ريزولطا. كما كتشوفوا البرودوي كيطلق واحد الكشكوشه دليل على التفاعل ديالو. من بعد غادي نطلق لا شاس دو ونشوفوا لي طا فين واصل لهذا الشيء، واش من تحيد ولا باقي خصها. كما شفتوا البنات انا فرحانه بالنتيجه، الكالكير تحيد الحمد لله، باقي ليا ديتراس في الجناب، غادي نعاود عاوتاني العمليه، هذه المره غادي نخليه مده اقل ونوريكم ان شاء الله النتيجه النهائيه من الطواليت ديالي، غادي تنقى مزيان وغيبقى فيها حتى شي حاجه، لانه فعلا اش غنقول لكم مقزز للغايه وما كيتحيدش لا بالفينيك. جربت كلشي راني فايته شرحه لكم، جربت كلشي. المهم نخليكم دابا ما كاين علاش نصور لكم عاوتاني هذه المرحله لانكم عرفتوها من قبل. غادي عاوتاني نبروتيجي النيف ديالي ونبروتيجي يديا وندخل ندير عاوتاني واحد ندير القرعه الثانيه ولا النص ديال القرعه ونرجع لكم من بعد. فوالا البنات راكم شفتوا كلشي، طواليت الحمد لله تنقات. فهذا فقط استيوس للبنات اللي عندهم لي طواليت هكا يعني مسخين ولا كافيهم الكالكير بزاف انهم يشريو هذا البرودوي، واخا هكا غير مره في 6 شهور ولا مره مره هكا في 4 شهور ولا 6 شهور جاريف، يعني يديروه وينقلو الطواليت ديالهم. كنقول لكم تهلاو براسكم في امان الله، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتخليو ليا بزاف ديال لي لايك ولي كومونتير، راه لي لايك ديالكم كيشجعوني وكيفرحوني. تهلاو براسكم وبسلامه عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.